وللمزيد حول جولة الإعادة للانتخابات في سفارات والقنصليات خارج المملكة معنا عبر الهاتف المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف حمزة. مساء الخير. طبعا هل لك أن تحدثنا عن استعدادات اللجنة التنفيذية للانتخابات في الخارج وتفاصيل اليوم الانتخابي يوم غد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية سمحوا لي أن أهن القيادة الرشيدة متمثلة في سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملك رئيس الوزراء المؤقت وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على النسبة الكبيرة في المشاركة في الانتخابات التي بلغت 67%، وهذا في حد ذاته إنجاز نفتخر فيه واللي ساهم فيه طبعا والأساس فيه هو الشعب البحريني الوفي اللي يثبت في كل استحقاق انتخابي مدى تفاعله ومدى تجاوبه مع المشروع الديمقراطي اللي قاد جلالة الملك الله يحفظه. بالنسبة للاستعدادات بفضل من الله سبحانه وتعالى أن تم الاستعداد من قبل فترة، من أول ما انتهت الانتخابات عندنا بالنسبة للدور الأول فتم التواصل مع السفارات طبعا كما هو معتاد. نعم. بالنسبة للتنظيم لهذه الانتخابات طبعا تشمل 29 سفارة وقنصلية خارج مملكة البحرين، بيكون إن شاء الله التوقيت من الساعة 8 صباحا إلى غاية 8 مساء حسب التوقيت المحلي لكل مدينة. مثل ما مشت فضل من الله سبحانه وتعالى في الدور الأول كان في استعداد وكان في تعاون إيجابي مع جميع السفارات، وهذه إن شاء الله أيضا اللي بنكررها وبنسعى له أيضا من خلال هذا الاستعداد الذي قمنا فيه لهذه الانتخابات اللي بتشمل إن شاء الله 31 دائرة انتخابية بعد أن حسمت 9 في مملكة البحرين في الدور الأول. نعم، المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف حمزة، شكرا جزيلا لك.